كابتن ألف مبروك. الله يبارك ست فيك. نقاط الله من فيك. الحمد لله. ثلاث جولات نقول يعني محصلة أكثر من رائعة كفريق وافد، ثلاث أسابيع تقريبا إعداد، لكن اليوم قدم الفريق يعني نتيجة أكثر من رائعة على الرغم من نقول المجهود الكبير بالنسبة للقادسية، أيضا المباريات المتتالية اللي أكيد تتعب أي مدرب أي فريق. بطبيعة الحال الحمد لله رب العالمين على الانتصار هذا، نهديه للجمهور القادسيوي الوفي. مباراة كانت جد قوية مع منافس متمرس، عنده لعيبة على مستوى عالي متمرسين، عندهم خبرات كبيرة، إمكانيات بكل صراحة فردية جد جد ممتازة. اليوم الفريق لعب معناها مباراة فيها روح قتالية عالية، والحمد لله توفقنا في النتيجة وخرجنا بثلاث نقاط مهمة جدا باش تدعم الثقة وباش تدعم تخلينا ديما في ديناميكية الانتصارات وتعطينا أكثر ثقة ونكونوا ديما حافز للمباريات الجايه ان شاء الله. جميل، شاهدنا التغييرات كابتن من التعاون كانت مبكره بتواجد ثلاث لاعبين، لكن بالنسبه لمدرب نادي القادسيه كابتن يوسف المناعي لا كان في تريث بالنسبه للتغييرات، هل ان المتواجدين داخل ارضيه الملعب يطبقون ما يريد الكابتن يوسف؟ باش نكون صريح معاك، اليوم لعبنا منقوصين من خمسه لاعبين، فبكل صراحه معناها تعرفوا لاعبين مهمين، فاللعيبه اللي كانوا موجودين في الملعب كانوا معناها يقدموا مباراه جيده وكانوا يقدموا في مردود جيد، فما شفناش اللي ثم الزاميه التغيير ما دام اللعيبه الموجودين. غيرنا ثم اوقات اللي وقت اللي الفريق نزل شويه الريتم والتيمبو نتاع الفريق نزل، نشطنا شويه نص ملعب، فالحمد لله توفقنا وفي الاخر ومشى السيناريو كما احنا حبيناه. جميل، فرحه كبيره كابتن عشان توقيت الهدف. بطبيعه الحال بطبيعه الحال هدف جاء في وقته، تعرف اللي المنافس كان متحفظ من الاول، بعدين بعد الهدف عمل ردة فعل مشى دفع للهجوم، خاطر كان المنافس من الاول اغلق علينا، اغلق لنا المساحات ما خلناش، كان يلعب متوازن بطريقه كبيره، دائما عنده خمسه لاعيبه متواجدين وراء خط الكره. بعد الهدف الفريق اندفع والحمد لله خلصنا المباراة في وقت إيجابي، واللاعيبة ردوا الفعل رد إيجابي إن شاء الله. يعطيك العافية كابتن، شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. مشكور. شكرا لي